كلنا بنحب نحصل على جسم وتناسق ومقاييس مثالية إذا صح التعبير، كرمال هيك بنلجأ لتمارين رياضية وأمرار لأنظمة غذائية ممكن تكون قاسية شوي، ولكن ببعض الأحيان لو شو ما عملنا من سبور ومن دايت هيدا الشيء ما بكون كافي، وبنضل بكون عنا موجود أماكن معينة فيها فات عنيد أو فيها تراكمات دهنية صعب إنه نتخلص منها بالطرق التقليدية. هذه الأماكن بتختلف عند الأشخاص، عادة بتكون موجودة بأسفل البطن، عند الأرداف، عند الجوانب، الظهر، الإيدين، وحتى بمنطقة الدقن أو الرقبة. من زمان كانت الطريقة الوحيدة للتخلص من هذه الدهون الزائدة هي من خلال شفط الدهون عبر الجراحة، ولكن هلأ مع تطور التكنولوجي والتقنيات الجديدة صار فينا نتخلص من هذه الدهون الزائدة بطرق كتير خفيفة وآمنة، فينا نقوم فيها بالعيادة ما بتستغرق وقت كتير وبتعطينا نتيجة شبيهة للجراحة. من أهم وأكثر هيدا الطرق المستخدمة حالياً واللي موافق عليها من قبل الـ FDA هي الـ Cool Sculpting أو الـ Cryolipolysis. هيدي تقنية متطورة بتم فيها تبريد أو تجليد الخلايا الدهنية بشكل انتقائي بشكل ما بيأثر على الأنسجة المحيطة فيها. بس تتعرض الخلايا الدهنية لدرجة حرارة منخفضة بتتكسر وبتذوب، وبهيدي الطريقة الجسم بيتخلص منها بشكل تدريجي وطبيعي عبر الدورة الدموية والدورة الليمفاوية. ببلش الشخص يشوف النتائج من بعد أول جلسة بعد تاني أسبوع، وبيكفي يحصل على إزالة للدهون بهيدي المنطقة لبعد بشهرين من بداية الجلسات. بكتير من الأحيان منضيف لجلسات الكول تك أو الكرايوليبوليسيس جلسات فيورا. الفيورا بيسكلي بتستخدم تقنية معينة من الراديو فريكونسي انرجي بالإضافة للفاكيوم ثيرابي يلي بتستهدف الخلايا الدهنية والأنسجة الكولاجين فايبرز اللي موجودين بين الخلايا الدهنية. هيدي التقنية بتحفز هدول الأنسجة اللي موجودين لنقدر نحصل على بشرة مشدودة بهيدي المنطقة اللي عم بيتم معالجتها، بالإضافة لتخفيف السلوليت اللي موجود ممكن نوصل لنسبة 50% من تخفيف السلوليت، وبتساعد على إزالة إضافية للتراكمات الدهنية بهيدي المنطقة لأنه بتحفز الدورة الدموية وبتخلي الجسم يتخلص منها بشكل فعال وسريع أكثر. لنقدر نحصل على النتيجة الأفضل اللي نحن بنرغبها لازم القيام بستة لثمان جلسات.